أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أسفرت الاشتباكات التي شهدها محيط دار الحرس الجمهوري في القاهرة فجر اليوم بعد محاولة عدد من تنظيم الإخوان ومؤيديه اقتحام مقر الدار عن مقتل 42 شخصا وإصابة 322 مصابا بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الإسعاف المصرية. وقالت القوات المسلحة في بيان لها إن القوات نجحت في القبض على 200 فرد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولتوف، وتم فتح طريق صلاح سالم وجاري القبض على باقي الأفراد، لافتا إلى أن جهات التحقيق القضائية تباشر الإجراءات القانونية تجاه الأفراد الذين تم القبض عليهم. وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم التعرض للوحدات العسكرية والمنشآت والأهداف الحيوية. بدوره أمر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمر بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الأحداث التي دارت اليوم عند دار الحرس الجمهوري. وفي المشهد السياسي، كشفت مصادر صحفية مصرية أنه تم التوافق بين القوى السياسية على اختيار محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية وتسمية زياد بهاء الدين عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي رئيسا للحكومة، وهو ما تم التوافق عليه بين كل القوى السياسية. وذكرت المصادر أن الاتفاق تم بعد مشاورات طويلة بين القوى السياسية المصرية، وأن البرادعي وأعضاء الحكومة الجديدة سيؤدون اليمين الدستورية خلال أيام. في ميدان رابعة يواصل أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي اعتصامهم للدفاع عن الشرعية كما أسموه. في هذا الميدان ارتفعت حدة الخطاب التحريضي ضد مصر وشعبها، الأمر الذي انعكس في مشاهد القتل والإصابات التي ملأت ميادين مصر أمس واليوم. إننا ندعو الرئيس بأن يثبت وأن يعلم أن الله معه ولن يتيره عمله، وأننا في خندق الحق من اليوم وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج شهادة الثانوية بجميع فروعها، حيث بلغت نسبة النجاح 75.55% للفرع العلمي ونسبة 65.63% بالنسبة للأدبي. وأشار وزير التربية هزوان الوز إلى أن دفعة جديدة من أبنائنا الطلبة ستبدأ المرحلة الأخيرة للدخول في مفاصل المجتمع لبناء مستقبل سوريا وترسيخ موقعها ودورها، مؤكدا أنه لهؤلاء الأبناء ترفع أسمى آيات التقدير، داعيا الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالتوفيق والجد والمثابرة، فالوطن ينتظر أبناءه. أعلنت فيجي عن إرسال 380 عنصرا إضافيا للانضمام إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان السوري الإندوف، ليرتفع بذلك عدد جنودها ضمن هذه القوات إلى 562 عنصرا. وحسب رئيس الوزراء الفيجي فأن الجنود الإضافيين سيتوجهون للتمركز في الجولان خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي قرار زيادة عدد الجنود الفيجيين العاملين ضمن قوات الإندوف بعد قرار عدد من الدول سحب الكثير من عناصرها من هذه القوة جراء تعرضها لعدة اعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة. في إطار ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة حمص، عثرت وحدة من جيشنا الباسل اليوم على نفق يبلغ طوله نحو 500 متر يمتد من حي باب هود باتجاه حي جورة الشياح، كان الإرهابيون يستخدمونه في التنقل ونقل الأسلحة والذخيرة. وقال مفوض الدنيا إن النفق يصل ارتفاعه إلى 170 سنتيمتر، وتم العثور بداخله على أدوات حفر وأسلاك كهربائية. وأضاف أن وحدات من جيشنا الباسل أحكمت سيطرتها على عدد من الأبنية في حي باب هود بعد أن قضت على آخر تجمعات الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون بداخلها، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على قناص متمركز جنوب مبنى المصالح العقارية في الحي ويطلق النار على السيارات العابرة والمواطنين. قضت القوات المسلحة العراقية على إرهابيين اثنين خلال تصديها لمجموعة إرهابية كانت تحاول تهريب ثلاث شاحنات محملة بالأغنام من سوريا إلى العراق بالقرب من منفذ الوليد على الحدود.
وذكرت مصادر أمنية أن القوات العراقية اعتقلت قائد ما يسمى كتيبة الفاروق التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة البحيرات شمال بابل، إضافة إلى 17 إرهابيا آخرين. من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن رؤية بلاده للخروج من الأزمة في سوريا تتمثل بالحل السياسي والدبلوماسي وعدم التدخل في شؤونها، مجددا موقف بلاده الرافضة لتسليح المعارضة السورية، الأمر الذي سيؤدي إلى نشر الفوضى في المنطقة في حال وصول هذا السلاح إلى المنظمات المتطرفة كجبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة. إلى ذلك قتل 16 عراقيا، بينهم 6 من عائلة واحدة و5 شبان كانوا يلعبون كرة القدم في هجمات إرهابية متفرقة في العراق. وقالت مصادر في الداخلية أن 5 شبان على الأقل قتلوا لدى انفجار عبوة ناسفة داخل مجمع رياضي في المدائن الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب بغداد. وعلى الطريق السريع قرب تكريت هاجم مسلحون مجهولون فجر اليوم نقطة تفتيش لقوات الصحوة، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصرها ومسلحين 2 بحسب ضابط برتبة عقيد وطبيب في مستشفى تكريت العام. شهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرة حاشدة للمطالبة بحل جميع الميليشيات المسلحة في المدن الليبية خاصة في العاصمة، والضغط على البرلمان المؤقت لتحسين أدائه في الذكرى السنوية الأولى لانتخابه. إلى ذلك قتل عدة أشخاص خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين أفراد ما يسمى اللجنة الأمنية ومواطنين من قبيلة الطوارق معتصمين أمام أحد المصارف للمطالبة برواتبهم المتأخرة في مدينة سبها الليبية، كما أصيب شخص من عناصر مقر تابع للاستخبارات العسكرية بجروح نتيجة تفجير في مدينة بنغازي شرق ليبيا. قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن توقيف المدعو أبو قتادة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في الاشتباه بالتخطيط لأعمال إرهابية. وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت حكمين غيابيين على المذكور في قضيتين إرهابيتين بعد أن قررت تجريمه بما أسند إليه والحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما في القضية الأولى، في حين حكم عليه في القضية الثانية بالوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة. احتشد الآلاف المتظاهرين في حي كاك ديوكي في إسطنبول أمس احتجاجا على سياسات حكومة رجب طيب أردوغان التسلطية، وللتنديد بحملة الشرطة على المتظاهرين في أحد المتنزهات، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة، فيما أطلقت الشرطة التركية الغازات المسيلة للدموع واستخدمت خراطيم المياه لمنع آلاف المتظاهرين من الوصول إلى ساحة تقسيم وسط إسطنبول. ختام الموجز، السلام عليكم.